أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحياة. رئيس مجموعة الوان جينيريشن التي قررنا أكثر من المجموعة. مرحبا بكم. أنا رئيس العمل الجمعوي معنى حقيقي. اللي مازال ما عارفينش بزاف احنا محتاجين لهاد التفسير الدقيق ديال العمل الجمعوي اللي تقريبا نص فينا ما عارفش وما مهتمش وما عندوش شي فكره على هذا العمل الجمعوي. انا صراحه نقدر نفيدوا به هذا الاخ محمد واللي هو عضو في المجموعه، وكنشكر طاقم جمعيه اشواق اللي مهتم بالشباب شباب الجديدة واللي هو أكثر من نص الأعضاء ديالو. هذا الاتجاه الدولي هو فاعل جمعوي. ما كانتش ديالها مزيان مرابطة بالتنمية الذاتية. أستاذ محمود الحسين أستاذ وفاعل جمعوي. من أداة تراث دخل في سباق السيارات. هي شتيت لينا هذا العمل الجمعوي لينا كشخص التنمية الذاتية ديالنا. كيفاش حنايا ملي كندخلو لهذا العمل الجمعوي شنو كنستافدو؟ شنو كيولي عندنا؟ شنو هو داك الأن بلوس اللي كناخذ الجمعوي بعيدا على الاستفادة المادية؟ شكرا لك كوتش. كنبقاو مع أستاذ محمد الحسين اللي غادي يقربنا أكثر للشباب. سعيد التواجد مع فعاليات مدنية جديدة. البطلة ديالنا سمو الكوتش ديالنا وأيضا واحد أيقونة ديال العمل الجمعوي في المدينة الجديدة هي الأستاذة أسماء فخر الدين. لذلك خديت المداخلة ديالي بعنوان الشباب كفاعل مدني. أولا قبل ما نبدأ لابد أن نعرف بعض المفاهيم الأساسية اللي فوتها للحوايج. تتوفر الوقت، الصحة، والأجمل من ذلك هو الطاقة. ومعنى الكوتش وهنا فين الشباب خصو يكون فاعل. لانه الوقيته اللي ما كتستغلش الطاقه وداك الوقت غيستغلك هو. لان الجمعيه مشكوره وايضا المجموعه لانه اختاروا وحنا بدايه الموسم هذا الموضوع اللي مهم جدا. ايضا تتوفر عند الشباب وهذا مهم جدا المفهوم الثاني اللي غنهضر عليه التفاعل. كيفاش فضاءات بحال هذه ما كايناش؟ كتسائلوا علاش؟ لانه حنا الشباب ديالنا مغيب، لانه حنا ما كنأثروش، اما كنستغلوا وقت الانتخابات واما تتمر منها الانسان. وعطانا يعني باعتبار الشباب فعلي اللي خاصو يكون مؤثر في المحيط ديالو، والعمل الجمعوي تيحتاج جوج الحوايج، تيحتاج الاراده والفعل. شكرا لك استاذ، ونبقاو مع الاستاذه ديالنا الجميله اللي عطاتنا ما هي العمل الجمعوي ودور الشباب في تفعيل العمل الجمعوي. بأم أعيني أنها تشكل شريحة جد مهمة من المجتمع، إذن هي لحظة للتفاعل وللتشارك ولتتمين العنصر الشبابي الذي هو أساس أو بين قوسين إعاقات ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن تعذر عليها الجلوس معنا فنحن نمثلها وسوف نكون بإذن الله. أذكر من بينها التعاون الوطني باعتباره المؤسسة الوصية لوزارة التنمية والتضامن. التعاون الوطني في البداية كان ينظر لمساعدة الأشخاص وكأن لا تعرف تواجدا لها، وهذا ما يحول دون مشاركتنا في التنمية المنشودة. ومن الأسباب عدم الوعي بأهمية العمل التطوعي، ضعف التشاركية والديمقراطية. أنا
شكرا استاذة اسماء فخر الدين اللي اشرت لنا ولفتتنا الانتباه لفئه مهمه وفئه مهمشه اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه. اعطتنا كذلك مفعول هذا الجمعوي من ناحيه التي كانوا اعظم المستفيدين منها هم شباب. في الحقيقه نتمنى ان نكون قد حققنا المراد هو الارتقاء بالعمل الاجتماعي وتعزيز قدرات الشباب في العمل الجماعي أجل تنمية المحيط وكذا مساعدة الأشخاص الذين يعانون من وضعيات صعبة. نتمنى أن نتفاعل ونشارك بطريقة إيجابية في هذه المسيرة التنموية وأن نمد كل العون ونثق في الشباب لأنهم أساس التفاعل في العمل. صراحة الندوة كانت رائعة جدا، حضور شباب وفعاليات مدنية وتفاعلوا مع الشباب، لذلك كنحيي الجمعية ديال أشواقع أيضا المجموعة المنظمة للجيل الجديد الجيل الواحد وكنبارك هذه الخطوة هذه اللوب ديال التجربة ديالو. دونك راه سي كنقول راه سي بريفيليج بعض المرات ولكن راه شرف حتى هو باش هنا بنادم يجي يعطيك التجربة ديالو في 15 دقيقة سي با فاسيل. Si tu n'es pas un homme de terrain ou la femme de terrain, si tu n'es pas disponible, si tu n'es pas même un mensch, le sens et le bénévolat, ça te voit, alors que le métier. Donc, un autre de travail, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, la MNG Mao, il y a un autre qui cherche, il y a un autre qui a un autre qui وما كاينش اللي كاينش ولا كاينش ولا جو سي با كوا نقولوا الصراحه هي لي زانتيري في المصالح السياسيه في المصالح بزاف الحوايج كيكون في هادشي. دونك كيبقى لو كوتي دي سبونسورينغ حتى هو بديل مي بديل خاصو يكون بروفيسور. علاش تيخدم نفسه؟ لان العمل الجمعوي غادي يعلمو اول حاجه غيعلمو الصبر، غيعلمو الاتقان، غيعلمو انتظار النتيجه، غادي يعلمو نكران الذات الى غير ذلك. زعما من الاشياء الزوينه اللي يقدر يستافد منها من خلال هذا انه يعاون بزاف لي جون باش يبتعدوا باغ اكزومبل على المخدرات، على التدخين، على بزاف الافات الخطيره اللي ولات منتشره دابا في المجتمع ديالنا. و تيبقى العمل الجمعوي تيلعب دور خاصة والشباب بصفة عامة. شكرا لكم جميعا، شكرا لجميع المتدخلين ديالنا. نبقاو مع الحضور اللي عنده شي تدخل في هذا اللقاء اللي كيجمعنا في هذا النهار. العمل الجمعوي هو عبارة عن أفعال كيقوم بها المنصبة الأولى الشباب اللي كتعتبروا هما النواة ديال أي بلد، لأن الشاب في أوج العطاء ديالو كيقدر يفكر تفكير منطقي ويقدر يقدم واحد الطاقة اللي ما كتصورش. غير هو خاصو يحيد من دماغو أفكار سلبية وأفكار اللي كتخلي ينفر من أنه يقوم بشي عمل جمعوي ويقوم بشي حاجة إيجابية اللي يفيد بها المجتمع. وأيضا الشاب يقدر هو يغير مجتمع يتعمق أكثر في المفاهيم وطرح أسئلة الأسس، بحيث أنه ما نطرحه الآن يظل في سياق إجرائي يجعل الفعل الجمعوي ليس غاية في الحد ذاتي بقدر ما يحصره فكره جانبا أداتيا تقنيا ولعل حتى بفهم الأداتي والتقنية فقد حصر الفكر البشرية على مستوى الواقع. الإشكال المطروح في العمل المدني اللي كندوي على مدينة جديدة بالخصوص، الإشكال المطروح في العمل المدني هو واحد العدد ديال المعيقات. أنا واحد منهم كنبغي نوضح واحد الفكرة كيفاش كيعيش الهونديكاب عندنا في البلاد. هذه في حد ذاتها ذوي الاحتياجات الخاصة في حد ذاتها كتضر بزاف ديال لي زونديكاب، بزاف ديال لي زونديكاب اللي كيتوشوا بهذ الكلمة كما كنلاحظوا في دولة قطر حاولوا أنهم يحيدوا هاد الأمور اللي كيتوشي بزاف ديال لي زونديكاب اللي يكون مرة واحدة أخرى. ولكن نجيبوا طاقات اللي هي عطاتش العمل الجمعوي ونديروا واحد المقارنة ما بين هذاك الشخص اللي كان قبل ما يدخل العمل الجمعوي ولا فاعل كيفاش كان وكيفاش باش مثلا المحاضرة اللي شنو كيهتم بهم كيكون داك الشيء مناسبات. والنصيحة اللي غنعطيها للشباب ملي تبداو العمل الجمعوي ما تخليهمش يحس
يكونوا خدموا الجمعة ولا وغادي تلقاو كاين واحد الشاب قبل قليل الله يرضى عليه من الله سبحانه وتعالى والطاقة الإيجابية اللي كتجيكم راه لا تقدر. بعد دجا ليدي انك من تخرجها من العالم الافتراضي وديرها في الواقع راس كتطلب مجهودات وكتطلب امكانيات من الحمد لله. وحتى هذا الموضوع ديال الندوه كان موضوع جد مهم وبادره طيبه لان باش توعي الشباب العمل الجمعوي كيطلب سيرتو في الظروف الحاليه. حمار الخطاطي ما في الشباب حمار الخطاطي هذا لا يجب ان يكون عندنا لا خص الحفله تكون حمايه لانه حنا كنعرفوا فينا حنا في العلم الشيء اللي كنتوما خصو نبسطوا هذا الشيء هذا التمويل خصو حنا جمعيه السابق الوكاله التنميه الاجتماعيه عندي مشروع لنولي دابا الوكاله التنميه الاجتماعيه والخدمات الاهليه للمسلمين. شنو الخدمات النهائيه للمسلمين؟ كيجيو مراهقين وكيعاونوهم كيجيو الصباح والمساء الحالات يكون هناك اقامه تواصليه بلو من يعني التجربه تاخذها في المجم اعلان على هذا النشاط ولكن لا يكون الخدمات بهذا العدد والكم الهائل. الحقيقه تحيه لكم على الخطوه تحيه كذلك